طب يلا ناخد صوره مع بعض بقى. يلا يلا بينا. احسن بقى حسام، حسام جنب ياسمين بقى. اه طبعا جنب النجمه بتاعتنا. كرم كرم، بس يا حبيبي الصورة، بص للصورة، بص للصورة، بص يا حبيبي. لا 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 كده بقى أنا أزعل، مش استنوني أتصور معاكم كده، صورة ما تبقاش حلوة. أنا آسف ياسمين. أنت إيه اللي جابك هنا؟ امشي من هنا دلوقتي حالا. شباب شباب، مش عايز تصوير خالص ريان. بذمتك مش عارف انا جايه هنا ليه؟ يا بجحتك يا اخي. شوفي تلمي نفسك واحترمي نفسك، احنا في مكان عام وانا شخصيه عامه. لا مش انت اللي تقولي اتكلم ازاي؟ تصدق انت راجل بجح وما عندكش ريحه الدم ولا الاحساس. احترمي نفسك، ما تخلينيش اعملها معاك. انا مش عارفه انت كاتب ازاي والله. وسع 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 كده. يعني يا اموره ما بين كتاب مصر ولبنان كلهم ما لقيتيش غير ده اللي تشتغلي معاه؟ حبيبتي بجد انت صعبانه عليا، انت كده هتدمري نفسك. عفوا ياسمين. طيب انت مين بالظبط وعايزه ايه؟ اوبا، صحيح انا مين وعايزه ايه؟ ما تقول لهم يا حسام ولا تحب اقول انا؟ يا ميرفت اقصري الشر واطلعي بره دلوقتي. حسام انت تعرفها؟ يا ابني قلت مش عايز تصوير ريان. ليه ليه؟ بطل تصوير ليه؟ انا عايزه يبقى في تصوير، عايزه الفضيحه تبقى بجلاجل. بقول لك اقصري الشر وامشي دلوقتي. مش هطلع. مش هطلع غير لما اخد ابني معايا، ابني اللي انت خطفته من حضن امه عشان ترميه في حضن واحده ما اعرفش اصلها من فصلها. لو سمحتي التزمي حدودك واحفظي ادبك معايا. اوبا 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 اوبا. ادب؟ انتي بتعلميني انا يعني ايه كلمه ادب؟ هو الادب اللي انت تعلمتيه انت والست المحترمه اختك انها تترمى في حضن الرجاله، ويا ريتهم في شقه مفروشه في الدرع، ده في الشارع في العربيه. هي دي بقى الطريقه اللي اتجوزت بيها الراجل ده؟ كفايه قله ادب بقى واطلعي بره. لا مش كفايه، ولو مش مصدقني اسال كرم ابنك. كرم ما بيكذبش، قوله لما كان تايه عارف يروح لبيتهم ازاي. شاف نادية أخت الست المحروسة في الشارع في حضن راجل في العربية بيبوسها. أيايا، هي دي بقى العيلة اللي سبتني علشان تناسبها يا كاتب يا فنان يا كبير. اتفضلي. بقول لك تخطف ابني. هجيبهولك اتفضلي بقى. لا بقى انا ممكن اسجله واحد. ابقي اسجنيه مره تانيه. يلا بقى. انت بتقول كده ليه؟ اتفضلي. فيكي تعطينا العنوان اذا بتريدي؟ عماد عماد، ما قلت بدك تردني لعند جافت. عماد ليش عم تعمل معي؟ بلات كتير حكي واعطيني العنوان اذا بتريدي. طب عماد فين؟ عم بقول لك اعطيني العنوان، بدي اعرف كيف بروح، من قدام من ورا شمال يمين على السريع. لعندي شوي روح.
بخير استاذ. بترجعوا بالسياره لورا وبتطلعوا بالطلعه يلي قطعنا عليها وبتخلوا الاضويه مطفيين وبتنطروا اشاره مني. وحرك لي سبتي تنط فرح نبي كانوا. انا مش طايق اسمع ولا كلمه، انا مش طايق نفسي اساسا. بعدين عموما ما تقلقش، انكل جو اكيد هيبعتها معي سواء من اللي عنده، مش هتوه يعني. طب وهتعمل ايه مع ماما؟ مش عارف حاجة خالص. سيبني يا كرم أرجوك. راجي 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 وين النبله؟ ما بعرف. ولك كيف ما بتعرف؟ انت شو مربطك هون؟ عماد اخذهم وهربهم. لا يا عماد الكلب، مش رح ارحمك. انت متآمر معه ليه؟ لو انا متآمر معه جوزيف ما كنت لقيتني مربوط هون. اخ يا عماد الكلب، ولك ما بيكون اسمي جوزيف اذا ما بربيك. لا لا جوزيف، اسمعني لحظة جوزيف. عجلتي 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 عجلتي
شباب فيكم تنزلوا لعند جهاد تقولوا له بدي احكي معه ضروري. لك شو عم طلعوا فيي هيك؟ نزلوا قولوا له بدي احكي معه ضروري، شيء مهم كثير. خلص ما تعيط، رح انزل احكي. استاذ الشاب اللي معنا عم بقول في شيء كثير ضروري بدي احكيك. صارت بخير ومن بعد عمولي اللي انت جاي تعمله. ما في حدا يكون معي، لازم يكون وحدي، هيدي شروطه. وانا ما راح اتركك لوحدك، فكر كيف ما بدك تفكر. اخر همي بقعد معك بالسياره ورا تحت الفرش، ما بخلي حدا يشوفني. جهاد، هودي الرجال اللي تركن معك هون ما حدا منهم راح بيساعدك بشي، بس يبلش الجد كل واحد منهم بيشمع الخيط وبيفركه لأنهم مأجورين. بس نحن عائلة جهاد، نحن عائلة. تسكر انت قيل لي هيدا الحكي. اهم شي هلأ رنا ترجع بالسلامة ولك الحادث حديث. شو رحت لك بقلبي؟ شو رادتك تعرفاني انك رح تلاقيني؟ انت بأمان حبيبتي، انت بأمان. لا كانوا بدهم يقتلوني تهرب. بعيد الشر عنك، بعيد الشر عنك. مين هدول اللي خطفوكي وكيف قدرتي تهربي اصلا؟ ما بعرف ماني فاهمانه شيء من شيء. بس انا ما هربت لحالي، رنا اللي هربتني، لانه عماد لما فكى قالت له فكى لما هيفكني، بس ما رضي يوصلني على الطريق اللي عم زتني هون، وصرت اركض يمين ويسار. ليش كان في وحده ثانيه مخطوفه معي؟ مين هي رنا؟ رنا مرته لإياد. الو مصريات معك؟ معي رنا. وين؟ طيب خليك فاتح خط وامشي مثل ما عم دلك. بدي اسمع صوت رنا. امشي مثل ما عم دلك هلا. طيب ماشي. العمى خلينا ندق لإياد نخبره. حبيبتي ما بعرف رقمه، انت معك رقمه؟ لا انا كمان ماني حافظه رقمه. كيف بدي اجي؟ ما بعرف، بس لازم نخبره. دق 03. قلت لك جهاد اخوه لرنا. ايه 03. طيب 35. ايه 664. مشغول. مايا صحي حبيبتي، صح مايا. مايا حبيبتي شدي حالك، لا تخافي. مايا ما فيني افتح الباب، تفضل ارجع لجوا. عم اقول لك افتح الباب احسن ما هده على راسك وراس معلمك. صدقيني مدام، انا عم نفذ الاوامر وبس. اوامر؟ طيب، رح شوفوا الاوامر لوين رح توصلكم. يا
اسعاف معي اسعاف. بسرعه بسرعه. وصلت لعند الصخرة. ايه وصلت هلا. خليك مقرب لقدام. مقرب. قرب بعد. كمان. كمان بعد. اوكي. وقف سيارتك وطفي اضويتك. صفيت. شايف سيارة على الشمال بنص الطريق. مظبوط. انزل حط المصريات فيها. بدي اسمع صوت رنا بالأول. اختك بالسيارة هونيك. خليها تنزل. جاي تفرض علي شروطك؟ شو رأيك نزلك اياها ميتي؟ انزل حط المصريات وخد اختك. وانتبه كتير منيح. رجالي محاوطين المنطقة. طيب طيب يلا. جهاد راسي راسي راس. ما تخاف في دم. جهاد لحظة رح جيب لك مي. رنا وين رنا؟ في نبض بالمرة، جسمه مسقع. طيب شوف معه شيء قوي أو شيء يثبت عنه. نزف كتير، لازم ناخده على المستشفى. لا لا خلينا نتصل بالمية وبالغير نشيل المسؤولية عنه. شو هاد؟ ألو أستاذ جهاد، كيفك؟ أنا تايم زوجة لمايا. سيد تايم اسمعني منيح، في شخص اسمه عماد كان خاطف أختك رنا. هلأ رنا معه وهو بالطريق لعندك على المزرعة. شو انت متأكد؟ ايه ايه اختك رنا معه. طيب 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 شكرا شكرا. شو في جهاز؟ ماشي ماشي. شو في؟ عماد اخذ رنا ورايح فيها على المزرعة. عشي. سيبنا حبيبي يطلع فوق دلوقتي.
خايف عليه عشان كده خدته وسبتني ومشيت. سبتني يا حسين عشان كلام قالته ميرفت؟ حكمت عليا سبتني ومشيت. كنت عاوزاني اعمل ايه وانا في الموقف الزباله اللي انا اتحطيت فيه ده؟ ها؟ انت عارفه احنا كنا فين؟ عارفه كان في كام صحفي في المكان؟ عارفه ان الفضيحه دي على بكره الصبح هتبقى على لسان كل الناس؟ هشوفها مانشيتات على الجرايد؟ وانا السبب في كده مش كده؟ انا السبب في الفضيحه دي؟ لا اختك السبب. اختي لغايه دلوقتي لسه شايفه ان ميرفت بريئه؟ ميرفت بنت 60 كلب. بس جابت الكلام ده منين؟ ها؟ جابته من كرم، الطفل الصغير اللي ما بيعرفش يكذب، اللي ما عندوش خيال عشان يألف قصة وسخة زي دي. آه، كرم ما بيكذبش، وأنت ما بتكذبش، وميرفت ما بتكذبش، والدنيا كلها ما بتكذبش، أنا اللي بكذب. أوه، ما كفاية بقى فرح. أنت اللي كفاية، كفاية حرام عليك. أنا اتبهدلت، واتذليت. واترميت في السجن واتفضحت في بيتي وفي بيت اهلي وفي بلدي وفي حتتي، وحتى لما جيت بيروت الفضيحه جريت ورايا. لما حبيتك بقيت خطفت رجاله، ولما اتجوزتك اتهموني اني بخطف عيال. قول قول ان ماليش لازمه في حياتك، قول انك اتجوزتني علشان تغزي الست ميرفت بتاعتك، قول انك اتجوزتني علشان تثبت للناس كلها انك راجل، وان الطلاق ده نهايه مرحله بالنسبه ليك. انا يا فرح؟ انا اتجوزتك عشان اغيظ ميرفت؟ انا؟ ايوه انت، بس الحق مش عليك، الحق عليا انا. عارف ليه؟ علشان سكت من اول يوم اتجوزتك فيه. كل ده علشان بحبك. ايوه بحبك، كنت مستعد ان اسخر الكون كله بس علشان ارضيك. سكت على كل حاجه، ما كنتش عايزه منك ولا اي حاجه، ولا طلبت منك اي حاجه. كل اللي كنت عايزه ان اعيش زي اي ست متجوزه جنب جوزها. سبت مشروعي، حلمي ان ابقى كاتبه مشهوره، حلمي كنت بجري وراه، اتجري معاك، ادور على ابنك في الشوارع. ما كفايه اوفر بقى، كفايه. كل شويه انا سكت، انا اتبهدلت، انا اتحملت، في ايه؟ معيشك احسن عيشه، شايلك فوق دماغي، ايدلك صوابع العشره شمعه علشانك. استحملت عقلك الصغير ومعاملتك لابني على انه ضرتك مش على انه عيل صغير. كل المواقف اللي حصلت انت عارفه كويس قوي اني ماليش ذنب فيها، ولا واحد فيهم ما وقفتش جنبك فيه وجبت لك حقك تالت ومتلت. وبعدين انا ما كدبتش عليكي، انا من الاول قايل لك ان انا عندي عيل صغير وامه مجنونه، يعني انا ما كدبتش. كفايه اوفر ودراما بقى. اوفر ودراما؟ ماشي حسن، ماشي يا حسام، ماشي. طب انا ذنبي ايه؟ يمكن تكون اختي بتحب واحد وبيخطط انهم يتجوزوا، انا ذنبي ايه؟ ذنبك انك مراتي، اسمك من اسمي، سمعتك من سمعتي. يا سلام، ما فكرتش في الكلام ده لما كنت مرميه في السجن مع اوسخ بنات في الدنيا. وانا ما سبتكيش، زي ما انت كنت مرميه جوه انا كنت مرمي على باب الاسم نايم في العربيه. زي ما انت كنت متعذبه جوه انا كنت حاسس بعذابك وكنت متعذب يمكن اكتر منك. ما سبتش حد في لبنان كلها ما كلمتوش، كنت مستعد ادفع كل ما املك عشان ما تباتيش الليله دي في الاسم. رغم ان ابنك كان مخطوف في مصر وما كنتش عارف عنه اي حاجه برضه ما سبتكيش. ايه؟ عاوزه ايه؟ ده مش مبرر. والله؟ ايوه مش مبرر. عموما انا اللي غلطت، وانا اللي زرعت، وانا اللي هحاسب. تقصدي ايه؟ هي انا؟ يا ابنك في البيت ده؟
التخريف اللي انت بتقوليه ده، الكلام ده مرفوض نهائي. ماشي، يبقى انا اللي هسيب البيت. انا راجع مصر، ممكن توصلني المطار ولا اقول لك انا ممكن اخد تاكسي؟ خليك جنب ابنك. فرح، فرح عقل يا فرح، وبلاش جنان، بلاش تقولي كلام هترجعي تندمي عليه بعدين. اديك لسه قايلها بلسانك، ابني، ابني يا فرح. عاوزاني ارمي ابني؟ ده ابني، بس مش ابني. ايوه مش ابني، مش ابني، عشان ادفع عمري كله عشان ارضيك وارضيه وارضي مامته. مش هي قاعده بتحارب وبتدبر مؤامرات علشان تاخده؟ سيبه لها يا اخي وخلصنا من الحرب دي. من حقنا ان نعيش، من حقي اني اعيش. عشان انت تعيشي عاوزه ترمي ابني في الشارع؟ انا ما قلتلكش ترميه في الشارع، انا قلتلك رجعه لحضن مامته. ما هو الشارع ارحم من حضن مامته مليون الف مره، وانت عارفه كده كويس. ياه بقى، انت بتطول علينا السكه ليه؟ انا اللي عندي قلته، يا انا يا ابنك في البيت ده، والقرار ليك. رجال ورا، شيل الفرد من ايدك، شيل الفرد من ايدك احسن ما افضل مشط براسه. زدته زدته بسرعه، روج. ولك انا رن اخده يا جهاد، زدته. رجع لورا، رجع لورا، رجع لورا. ارجع لورا. وصور مدام، جربي تضلك عاقلي عشان ما تندمي. سكر البيت. وجرب ما تتزاكى يا شاطر، عم حط لك رصاصة براسك، فهمت؟ وين جهاد؟ ما بعرف. الست دي شكلها مش غريب عليا، لا شكلها ولا اسمها، بس مش فاكر اتعاملنا مع بعض في ايه او فين، مش قادر. بس شكلها بالنسبة لي مش غريب، شكلها مألوف جدا. اكيد وجهها مألوف عليك،
بتشوفه بوش كل ام بتقاتل كرمال ابنها اللي اخذينه من حضنها. انا ما كنت متخيله انه حسام هيك. كيف بتحكوا مع الناس بزولا؟ مش لما نعرف ظروفهم الاول؟ ما في ظرف بالعالم بيسمح لرجال انه يحرم ام من ابنه ياخده ويفل فيه لبعيد، ما في. ايه بس يعني ما نحكمش على الناس بسرعه كده، لازم الاول نعرف ظروفهم ايه وبعدين نبقى نحكم. ايه يا ريان؟ انت فين؟ وسط البلد؟ كنت عايز تقول على عم بقول لك وين جهاد؟ عم بقول لك ما بعرف. اخذ اياد وفل. وين بحط المصاري اللي كان بده يعطيني اياهم؟ ما بعرف عم بقول لك ما بعرف، انا كنت محبوسه. وين المصاري؟ المصاري مش هون. ما تكذبي. ما عم كذب. اخذوا جهاد معه وفل. رح يدفع مثل الشاطر. ما بده ياخذ اخته؟ افتح الباب. روق شوي. أنا بعرف وين المصاري. وين المصاري؟ شيل فرد من إيدك حسب ما فضل مش براسها. طيب بس روح. حط فردك على الأرض. أوكي. جهاد. وين المصاري؟ اللي بدك إياه بصير، والمصاري هون، بس أنت روح ونزل سلاحك الله يخليك. وين المصاري؟ وين المصاري؟ موجودين بس أنت روح. جهاد بترجاك عطين مصاري بدي إياه. بكتب لك تشيك. بالرقم اللي بدك ما بدي تشيك، بدي اياهم كاش. جهاد بترجاك عطين مصاري. بدي اياهم كاش. كاش عم بقلك، عم بقلك كاش. لك شو هالطحشة اللي طحشتيها؟ وحياتك عندي خليت اللي ما يشير يتفرج. لا وجو ايه؟ فضل يهديني ويطبطب علي وخد نمرتي وقال لي ان هو هيحل لي الموضوع. دخلك وجو عارف انه انا يلي قلت لي؟ اوبا انا كده ازعل. ده انا مرفت يا روح. ليلي شو صار؟ حكي لي كيف كان وش للشرشوحة ياسمين؟ لا انا ما خدتش بالي من الشرشوحة ياسمين، اصلي كنت مركزة في الشرشوح بتاعي. بس هي كانت واقفه مبلمه ومش فاهمه ايه اللي بيحصل. معلش شوي شوي حتفهم كل شيء. قولي لي وين ابنك؟ ما تقلقيش هيجي بكره. انا عارفه حسام كويس قوي، نونو خالص ما بيحبش الفضايح. ايه يا حبيبي؟ جعان؟ لا. امال في ايه؟ انا عاوز ارجع مصر. ترجع مصر؟ ليه يا حبيبي بتقول كده؟ انا عارف ان طنط فرح متضايق من ان انا قاعد هنا. لا يا حبيبي الكلام ده مش مظبوط. انت عارف بس الدربكه اللي حصلت النهارده والواحد لما بيبقى عصبي بيقول كلام ما يقصدوش. دي طنط فرح بتحبك قوي. وماما هتقعد تعمل مشاكل عشان اروح لها. خلاص وديني ماما، انا ما عنديش مشكله. مفيش قوه على الارض ممكن تاخدك مني. سامعني؟ مفيش قوه على الارض ممكن تاخدك مني. انا زهقت يا بابي ارجوك.
ودي لمامي ونخلص. ايوه يا فرح، ازيك؟ عامله ايه؟ اخبار الحفله ايه؟ انت ازاي عملت كده؟ ازاي قدرتي تعملي كده؟ بس فهميني ازاي عملتي ايه في ايه؟ فرح مالك، في ايه؟ انا غلطت معاكي في ايه؟ قصرت في حقك في ايه؟ انت خربتي بيتي وخربتي حياتي كلها. انت عارفه انت عملت ايه؟ ممكن تهدي شويه وتفهميني ايه اللي حصل؟ اصلي مش فاهمه حاجه. انت ليه ما قلتليش ان كرم شافك في حضن راجل في العربيه؟ انت يا بت، انت خلاص مفيش حياة، مفيش اخلاق، جرالك ايه؟ اسمعيني يا فرح. مش عايزة اسمعك. انت عارفة ان كرم قال لمامته، ومامته جت مخصوص بيروت علشان تفضحي قدام حسام؟ انت عارفة عملتي ايه؟ انت بس دمرت حياتي، خربت بيتي. ليه بس كده؟ ليه؟ ليه انا عملتلك ايه؟ ليه يا نادية؟ ليه؟ ما وريتي كاميرا فاتيا بنت الكلب.